السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. أبوي خنت ما بسير حق الريوق أتريق خالي. عندي أبوي هالروبة الفنانة وهالسحيحات، يا العمر من يابهن ومن ظهره من عنده عد طعامه وقعامه. هي نعم، لا والله لا سير ولا شيء، يقولون هاك المكان اللي أنا بسير للبارحة قلت لكم ينفع لأفترنون تي الشاي العصر. هي ولا اني اسير حق ريوق انجلش بريكفاست ما في وتعلم من هناك. لا لا عيب متهابة ولا ثاني متهلع على الروبة متهلع عليها ربت الهوش، تريقت منها امس خفيف خفيف الصبح وروبت عليها رضوان من الله وصحيحات ومن اتريق وخلص واخبركم. هذا ما يحتاج اخبركم، عاد شو بعد اخبركم، ريوق بتريق روب مثل السحول شامي روب ويا شامي روب استوت الدخين. نحن اثنين حقي انا واثنين ابراهيم مالي انا تشد وقف واحد وهذا الثاني، وابراهيم اظني وقف لك البحث اللي قبل ما يظهر خذ غف السح اظني ناوي يسوي شراتي. العلم عند الله اللي يتخبرون يقولوا لي روبة الهوش غير نعم اكيد انها غير روبة الهوش غير ودهنة الهوش غير وحليبة الهوش غير واللي يقط مال الهوش غير عن اي شيء في الدنيا العودة، واغلى اربع اضعاف. يعني اذا قوط الروب هذا بربية مثلا في سوبر ماركت العادي هذا بعشر، واذا اللي يقط البقر الكيلو بمية مال الهوش الصريح مية بالمية بلف. دبة الدهن من اسمن دبة الدهن العادية 250 درهم، زين، ودبة الدهن نفس الوزن لكن هوش 1500. فرق السماء عن الأرض، ما في مقارنة من الطعم والشكل والفائدة وفي كل شيء، وبالأخص عند روبة الهوش اللي حصلت الصبح وخاصة إذا كانت طازة. هوش المطعومات طعام من فنان، ما بمطعومات كراتين ومطعومات أرق ومطعومات قراطيس ونايلون، لا المطعومات أبوي من الربيع مربعات ابوي في هاك السيح الفنان وغاديات ابوي ما مال ان ارتوى من الغدران هاك ابوي لحمهن حلال ولحمهن ابوي يجيب العافية وحليبتن تجيب نور وصفاء البشرة. اي ما زين للون تكسي هذاك اول مرة تشوفه. اي نعم والحمدت الروح ودك اللي تتلاوى وياها من خري حتى للحمة الطرية وبالاخص اللي ماكلها ورعيها من الخلا. شو تعتقد الحمته؟ عم يكون كذي جاي بلادهم الوسمي وطالعوا مربعات هاك الربيع الزين، شو غادي لبنهن؟ يجيب العافي واللي يشربه واللي ياكله يغدي ينقز على كراع على كراع على كراع ينقز. يلا خلكم خلوني اخلص. بزيدكم ابوي من الشعر بيت الاول ينضرب به وصوف يبن الهوش الجبن جبنة الهوش ينضرب بهالوصوف الأول بصفاء البشرة. فيقولون يقولون فلانة يقول لك فلانة اصطارها يغير قرص جبن قرص جبن يبون من بخاء وليادي الأول فقوش كل فقش هالكبير ويغدي فوق ملمسه أملس وأبيض شرات الشحمة يتوصفوا بها الأول الحرمة من بياضها يقول لك غزها شرات قرص الجبنة. هي تحلب سموها بعد سميرة توفيق خدوا يا قرص الجبنة يفطر عليها الصايم بالليل يا ماما بالليل. هي والله سميرة توفيق بعد مغنتنها سبحانك يا رب. هي والله طلعت علي الحين خدوا يا قرص الجبنة يفطر عليها الصايم. ها انت وين؟ شو؟ بلش يا ابراهيم طاع الساعة كم؟ تناصف النهار تراك انت الله يهديك توعيني متوع ما ادري بعمري من حط براسي عم الصبح انا دق عليك ابراهيم ما دقيت الصبح يلا عن هالملاد وخلى نصخ كاني دق عليك انا والله اللي ما سمعت الله لا اله الا الله لا سمعت اذان بلال هب زين عليك يا ابراهيم الكذب لا خذ عني اذان انت اللي سامعنا الاذان تحت راسك
ابراهيم الصبح ادق والله انك ما تطيع تنش. والله العظيم ما سمعت الله. كان كذبت يجيني خبرك مقطع بكرتون كان كذبت. مشو بس والله اني ما سمعت لان حطنا تحت راسي. اكيد ما فهمتني، زين كم يبالك لين انت؟ ايه نص ساعة وانت قعدي ساعة ونص. يلا يلا خلاص خلاص. العيناوي العيناوي اللون العيناوي اللون البنفسجي اللون الملكي، هذا هو بوي اللون الملكي اللي يطرونه. ليش النمون غالي وشو سبب غلاه وليش سموه الملكي؟ شو سبب التسمية؟ شو هناك؟ شو السبب؟ شو تحت راسهم؟ شو عليه مطروق سموه الملكي؟ شو سبب التسمية؟ بخبركم. يقولك في السنين الأولية يوم تموا يركبون الالوان، عتب يظهرون البرتقال يسووا هالكثر لون، عسب يظهرون البني سووا هالكثر لون، وحطوا شيء على شيء شيء على شيء لين ظهروا اللون هذاك، الا اللون البيربل اللي هو اللون البنفسج اللي هو نوع لون نادي الزعامه نادي العين. شو السبب؟ اللون العيناوي ما راموا يضربون يصيبون الهدف ان يمزجون عده الوان ويظهرونه. آخر شيء بعد طول عناء لازم أبوي يمعون القواقع والصعو والبعو اللي في البحر ويسحنون ويخلطون وما أدري شو سووبه وما أدري سووبه، وخلاف أبوي نتج من وراه اللون البنفسجي. نحن الحين في القرن 21 وظهر على الكون وعرفوا اللون البنفسجي اللي هو لون الملكي في القرن 18، يعني 18 عندك 19 20 21 قبل 300 سنة. قبل 300 سنة قبل ثلاث قرون أظهروه على وجه الأرض اللون البنفسجي، وكان سعره أغلى عن الذهب، سعره أغلى عن الذهب اللون البنفسجي. فلذلك ما حد كان يروم يصبغ إدارة ولا يصبغ سيارته ولا يصبغ عربانته ولا إدار ولا صورة ولا قبة ولا أي شيء في الدنيا العودة، ما يرومون يصبغونه باللون البنفسجي إلا الملوك. الملوك هل باللكوك اللي عندهم المليارات هم ابوي اللي يرومون يصبغون اللون البنفسجي من كثر ما هو غالي ولا حد يروم ياخذ. لذلك نادي العين ولونه البيربل البنفسجي الملكي غالي على كل العرب، غالي في كل الدنيا العودة، وين ما تصير اي بلد ملكية بتلقط. سرتوا تايلاند الملكة الملك والملكة بيموتون على اللون هذا، بريطانيا وين ما تسيرون أي بلاد في الدنيا أفخم لون هو اللون البنفسج، وأجمل لون هو اللون البنفسج، وأحلى لون هو اللون البنفسج، هو لون الأصالة، هو لون الزعامة، هو لون الرئاسة. كم من عد فيك من القصيد يا اللون البنفسج، وكم من غنى المطاربة وغنن الفنانات والفنانين بميع الأغاني كل باللون البنفسج، وكم ناحت الحمام وكم عدوا من الشلات والونات والردحاء وكل شيء تغنى على البنفسج. أسميك البنفسج مثل دور، مثل دور ما حد مثله في الدنيا العودة. يقولون لون السماوي جميل، لكن أبوي البنفسج غطى وباع واشترى وتغنت واستوى لشان أكثر عن أجمل الألوان اللي هو اللون السماوي، غطى عليه البربل قيمته المعنوية، قيمته المادية، قيمته في السوق، قيمته كبنفسج وملكي. فلذلك معدي على الولي والتالي. يا الله يا رب تحفظ العين ومن سكن فيها وناديها وزعامته ورئاسته وتحفظ الدار ومن سكن فيها. بس عاد عليكم. اليوم عاده اليوم المعاير توا ما لحد قال عنبو تكمت الحين اسبوعين في لندن، نحن ما شفنا اخذ شيء، ما شفنا في ليه قرطاسه. انا ان شاء الله حاد اني اصور لي اخذه، وان شاء الله حاد اني ازيد الهرموز ملح الكبتات ابوي بتطرطر، لا في اخذ شيء ولا عندي خبر. وهاللي تشوفونهم يشلون قراطيس ويصورون، ها ابوي خقاقين، هذا ابوي عندهم داء يسمونه داء العظمه، داء لينان، داء الاخبار،
هذا يقول لك الادمي اللي غافل ويتيه البيزات يصير يفسفسن، لا كذبهن ولا تعب ولا بذل مجهود، فلذلك يهون عليه يلعبهن تن وفرد شرق وغرب يعقهن البيزة. كان ذكر ولا انثى؟ كان ذكر ولا انثى؟ الادمي اللي ما يحفظ بيسته، ولا الادمي اللي ما يسوي قانون ويسوي ترتيب طريقه تصرفه، عنده عيال عنده بيت علم خبر الدنيا، ما شي فايده اصرف اللي في جيبي وازم طرطنقي الحميد المجيد؟ لا والله، ان شاء الله حادني اغدي طرطنقي بنا بيت خوش رنقي سكن فيه، اغدي طرطنقي ابني بنو بيوت حق خوش رنقي يسكنون فيهن، يا علهم ما يسكنون لا هلا ولا مرحبا فيهم ولا في الدار اللي ضمتهم اللي بيجيني لاجل دارنا ابنيها بس اللي يلعب وياكل كدي ويلعن يدي. اي هبي وتهبي اللي بيجلس انا اسوي لها بندليج؟ لا والله ما ينفعك ابوي الا اللي تحت يديك ولا اللي عند العرب، ترى هلهم اللي تحت يديك هو لك انت وتحت تصرفك. فلذلك ابوي اللي بتشوفونه في المحلات وفي الحفيزات شيء وايد، ما بتوبلون انتو تاخذون الدنيا هذه كلها، لازم ياخذ شيء حايته. ولا تأتوا السفهاء أموالكم، هذا الآدمي اللي يشوفون السفيه يلعب في البيزة ويلعب في الدنيا، آلاف مؤلف اللي حجروا عليهم خلوهم أبويه مصروف يسووا لهم 3000 درهم ولا 5000 بس لا زيادة، اللي يشوفونها تلعب هالنمونة لعبة في حلال عيالها وحلال خواتها وحلال أمها ولا شيات، يسوون عليها حجر ماي، هاي يسوون عليها حجر اللي تلعب بيزات اهلها، ولا يسوي لها قيد، ولا يسوي لها وسم بكره وقعود. هي نعم بس عاد عليكم، يلا من ساعة وانا اقول بس وبس وبس، ولين الحين لا تسبحت ولا شياته. يلا اقولكم البارحه الفيديو كان ناقص نزلت انا فيديو خزنته غير ما نزلته عقب يوم كنت اتكلم عن قصه كوكو شانيل، الحين بنزلكم هو مت دقيقة عبارة عن 6 سنابات قصار بنزل لك انت تشبكوها ويا القصة البرحية. نسيت يا عيال حلال، كل ما تشوفون انا حاليا موجود في كنزكتن هاي ستريت مشاهد الحديقة الهايد بارك وعدالي بناية حياة الشيخ مشتومي عليها الجنة وريال جاردن، وين ما تصير في لندن تلقط علامة كوكو شانيل، علامة كوكو شانيل هاي وين ما تصير تلقطها في جميع إنارات لندن العمدان. كوكو شانيل شو قصتها وليش موجودة في جميع الإنارات؟ وين الحدايد مال المطافي؟ أي حديدة بتلقطها بالأخص العمدان اللي هنون مال إنارة وفي الأحياء الراقية فقط. عمدة لندن عمدة وستمنستر كان معجب ومشتحن في منو في كوكو شانيل، كوكو شانيل اللي هي مصممة الأزياء وراعية الماركة هاي، من كثر حبه ولعه فيها قالها بتازم ماركت واسمك مخلد في جميع انحاء ارجاء لندن، وحط لها هاي الماركه في كل مكان الحين موجود اسمها، فخلد اسمها لين اليوم لين باكر. يوم يقول لك ومن الحب ما قتل، مات عليها ودوخ دوخ عليها دوخ، ايه حط ابوي اسمها في كل مكان حوين ما شوفوا شوف الامر في عمدان لندن كلها ابوي، ها وين ما تصير وين ما تصير حاطه اسمها. قرب الله تك يا عمدة لندن مقواك تروم، ما حد عرف ولا حفطن الا عقب، يقول لك عقب ما قصتك وغادر ما ادري بكم من سنه لقطوا في الوصيه ان حاط ابوي ذكراها على عمدان لندن كلهن، هاي غلايب عم يروم يعقونهن، وهم كانت النكتيبه ناحتنه نحت على كل بيب من بيبات لندن، شوف الحب والعشق. هي والله يا ابوك مصيبه، قرب الله مقواك الله، ولا هي حلو عدنا هي مسوت لنا طبول ومسجت لنا في كاس وساير ما ادري وذي ينطقون اسم الفندق يا الخالدي لينسبرا هوتيل. هذا البديل مال اللون الملكي، حسب ان اليوم رمسنا الصبح عن اللون الملكي وعليها طيور، ها مال عام كنا ولا عول ولا اختلف، لبست له وديتي 3 ها، وهذه مازيني وهذا ها مال مخبرين اليوم جاكيت وش دراني، بس الحمد لله ضرب ان ابراهيم لنا حمايه. شوف عاد ما يخات لله قرب اللفت ترى
الحاكم لين الحين ما يذا عيست وانا واجد ما رب تأخر ما رب تر مدس بزيقك واني مدس بزيقك ما دريت ممكن تتلفت يمين وثار ويسار قبل ما تمشي الله يحفظك ولا بغمهني في هالمكان اسميها بدوي يلا بنفتضح فضيح بيرغونا اصلا من الفندق خلاص ما بعد انه باكر اي والله شوف طلع عليك شوف اي حرام علي السلام عليكم يا يمين يسار واحد من الفنيش بعد يصورون اشياء وهلا يكتبون لنا شو هذا المهم ابوي تو هذا هاي اللي نحن تريال بارحة تو هذا للحين يا مرحبا والله العظيم شفت والله عليك في ذمك بحياتك شفت حد شي مواعيد لا ولا بتشوف مواعيد عراقيب اي والله ما بعرقوب عراقيب اي والله ليش شي مواعيدك كل حد ينتقدك على المواعيد صح هي الرجال موعده من لسانه يربط الرجال من رمسته صارت لي ظروف والله اي ظروف بتصل بطرش مسج بقول كلمه تخلينا نترياك نحن ريايل بالحانه والله شغله انت بعد مره لكم اليوم مره طول اليوم عندكم انزين ما علي بنشوف بنصير دبه بنشوف مقيضها لا بتقيض الحمد لله ما تقص المراد ساري مكان حين عاد ريال نعتنا هلنا ولا ما بره من طريق قال دخيلك لا تطريني ولا تطريني نعتنك على هالمكان لين تصير ويوزلك نحن ندري ان بيوزلك فلذاك انت سر ويربه لكن لا تطري الا لين تصير وتيلس بعد وين بروم اي ود عمري لين اسير ويلس وما ادري شو شغله هاي بعد طويله عريضه لازم انا اروح اخبرهم اي لازم اخبر وانا يلا بسد لين الاقي حد اللي في بطنه ريح ما يستريح اي نعم هذا انا هاي المقولة مقيولة عني أنا وكان لين حسارين ويحين كملنا كمل 18 باوند يعني ما بجريب ما بجريب يعني ما في القرب بيربك مسارين مطعم مطعم اسمه مطعم لاهور باكستاني ما تحيل لنا إياه ونحن أبويه الصبح ما شارب شوية روبة وصحيحات كم من فرد اللي يقابلنا إياه سويدان وبس وحين يعنى ناكل وبنظهر عادة ويبه وحدة كان آخر لي شيء بهانس قال من ذل يمكن والله وسويدان سويحانة وسويدان هذا وحين بيصير ويانا مكان مطعم باكستاني يمدحونه ما بمطعم من الفخمات لا مطعم عليه دوس وايد وعملي وأكله يقول لك فيه منتهى الروعة يصير له عيال في الليل الحين سايرين غيرت التركي هذا الإيراني المطعم الإيراني ها كان مقترحي أنا اتصلت دبي شاورتهم قالوا لا مطعم الإيراني ها اللي انتظاري تسيل له هاك اللي في كنزكتون هاي ستريت عند الأولمبيك العام التجاي لنا هو هذا المطعم الإيراني عمره ما يقارب أكثر عن 35 سنة هذا اللي عند الأولمبيك يا ربي هالبنيان شوف بقولك المراد او ايش هو الساكورا قسم لندن ها هاي الشيره شارات شيره الساكورا قسم لندن مال اليابان هي فاقولكم نحن الحين عثلنا الريال ها قالوا لا تسيرون مطعم الايراني سيروا مطعم مال هاي اللي خبرتكم عن لاهور وحين بنوصل بنطلع انا ويا ما اخبر انا رمي ابو انا رمي ابو شيء ما بكفو ممكن مطعم وين بليس مضيع رياله لين الحين انا الحين لا تقول لي هاولونج ولا شوكلونج اسكت عنه ترى ساير ابن عطينا العنوان بيودينا قالينا انه بعيد ما بجريب حول 19 كيلو يبعد براي لا سابدين الله ولا غالبين ان شاء الله لا براي ما دلنا حد القطار لا جريب اظن الحين بعيد اطراف لندن ابوي المطعم هذا يقول لكم يا رابي وين الشير سوى ضليل هذا وين احنا سايرين الحين دل المكان لا الحين بنشوف منطقه نحل هناها اطراف لندن ما يندرى ايش اسمها البقعه والمطعم اسمه مطعم لاهور هذا في نص هالخنيخيش موجود مطعم باكستاني يصيحون من التعنال العرب الناس عاد الاكيل الفنانين الذويقه
اللي ما يدورون ديكوريشن وخربط وبربط، الناس اللي يدورون اي منو ترمس انت؟ منو ترمس؟ اسوي سناب سناب محمد بعد ما اقول عنك شيء. مطعم مطعم عادي يعني، يعني مال مال الناس العاديين يعني، مش مال تيار ولا مال هاي الفايف ستار ما ادري شو، مطعم مطاعم العاديه، حشره وصدع وديان وتيربونات وترن وما ادري قايل يعني، مطعم مطعم لكن اكلهم يصيحون هذا. عاد الحين لا تسالوني اظني شو هذا، ما ادري شو هذا. انا بجيب جبن، جبن هذا جبن ايه، وهذا الحيمات يعني ما عنده هذا اظني ستارتر. لا دياي مش جبن دياي والله. على ما تشوفون شيء يعزلك؟ نعم. مارجو ممنوع؟ مال سليم حرمته. ليش؟ ما عليه يا سليم حرمته؟ ثانيين. إيه. فنان. إيه إيه حامس وفنان لين الحين. ما ندري شو بيجيبون ما بيجيبون. على فكرة من جيتم يتم يحطون لنا من كل شيء. نبغي ناكل من كل شيء، كل شيء عندكم طعمونا منه. قال نزيد ويابلنا هذا بس. تفضل عليك. خير يا ان شاء الله عسى. بعد من قير هذا، هذا الريس لام تشوب اسود. ها ميت بلاو، ميت بلاو، يا ميت بلاو. What is the difference between this one and the other? This is a lamb. This is cooked in a special way, in a special gravy. This rice. Uh huh. It's only for Pakistan food. Yes, Pakistan. Only in Lahore way cook. Thank you. This one? Lamb, dry, this is called the dry lamb. I can't hear you. Dry lamb. Dry lamb. The same curry. It's curry, but it's in Pakistani way. Yeah, Pakistani way. Okay, thank you. We need from everything, bread. Thank you. الطلب هذا وايد زين. شرات الفوقة اللي بزارة خفيف. شرات الفوقة اللي بزارة خفيف. والعيش نثري وفيه فلفل. الطعم الفلفل شوي طاغي والحب على راسه ودسم طبخ. This is for the rice. Yes, for the rice. Okay. حاضرين حاضرين. أما هذا لحم تاوى الناشف مال اللحم مالهم، يوم نحط على العيش هذا يغني يا ليل. ما يبالك لا لك اللي حيد عمره راعي مطيسه وراعي اتكيت بيه المكان. المكان هذا اللي بيه لازم اول يكون يوعان، اليوع ليه الدنيا كلها فيه. اي هذا ما اللي يحط صحون من كل قطره غنيه. الاكل وايد لذيذ لذيذ بمعنى الكلمه، لكن المكان ما بمكان مال تيار ولا بمكان مال ناس مال اتكيت، مال الناس عادي اللي مثلنا شروانه اللي يحيد عمره راعي فيس وبينتقد المكان تشيب او لو كلاس. هذا يتم في كلاس هناك. هذا المكان ما بمال يعني متيره والانسان الخنق، لا هذا مكان بوير مال اكل عيشه. لكن الد من الالد الاماكن اللي تتكد فيها يعني، من الاماكن زي هو والمطعم هذا اللي فيه الدوسه، هذا من الاماكن اللي تصير وانت يوعان وانت وضروري هاي هذا الطلب. هذا وايد ضروري، وايد ضروري هذا وهذا. هذا الناشف مالهم فوق عن الزين زين، وهي كلها نعمه. والمكان ترى ما بجري بعيد، 20 جنيه خذ تاكسي. تاكسي خذ 20 جنيه يعني ما بجري. Pakistani dish again. What is it? Lamb shank. Uh huh. Is it with rice? We have to eat it or with what? I'm going to bring some plain naan. No. Bring some rice from this one. Okay. This one or the other rice? Okay. I'll bring the other rice. Bring this rice. The same rice. Same rice again. Yes, please. Okay. One more. معجب. اللي على هواي بيعطينا بعيش أبيض. ما نبي من هذا. هلا قبولي. هذا القبولي الأولي، هذا هو القبولي الأولي، غيرها بلي لومي يا بس هذا هو القبولي الأولي. على فكرة ترى مجلفين في المعاملة، معاملة مجلفة. سمعت حرق وشو قال؟ ما شبعت من الأكل. إي والله. شو تقول لهذا؟ إي والله قلت له جيب لنا زيادة. أنت ما شبعتوا؟ هاي مصيبة.
هم مرقتهم هاي المرقة اللي تو ميوبة هذا كراع كراع في الحيمة هو يا الحيمة التالفة يفاتن يقول أنا بقول شو ليش تطلبون هالقدر بس عليكم ما شبعتوا أول مرة في حياتي شو تقول ما سمعته أقول اللهم لك الحمد والشكر قدينا وخلصنا هو تدس دشش كو لام حليم لام حليم لام حليم with what I have to eat it so with rice إن شاء الله لام حديد لام حليم لام حليم لام حليم thank you هذا عن عبارة هذا عبارة عن لحم مفروم شيء مسوينه ويا مرقة غير المونة لكن بعد لذيذ هذا هذا شيء ويا اللي من قبل شوي اللحم التاوى هاك الناشف والعيش هذا الباجي زين عادي يعني ما في والكباب وين كان هني ما شيء هذا المميز الكباب اللحم مفروم المفروم هو الكباب يعني المفروم وين منهن الكباب القطع ولا المفروم لا الكباب طوار طوار هي من هاك المفروم هو الزين طعمه لذيذ وايد فنان وهذا زين واللحم تاوى زين والعيش هذا القبولي يعني على قولك المصريين المطعم شوية دقة قديمة بلدي لكن بعد أكلهم بلدي مثل بلدي مال باكستان لكنه مميز طعمه لذيذ وفنان What's this one? This is cookie. Cookie. Could you open it please? اسمه cookie هذا حلاوة حلو مالها شرات الفرني كان رايس بولينج اي اي رايس بولينج مال فرني فرني برينج انذر وان يس بليز اقولكم المطعم زين مال يمع وايدين عيون يعني يواعى هل كاني ضروري يطلبون لي خبركم انا اللي هو العيش هذا على فكره ترى يجيبون كميه اللحم ثلاث اضعاف عن العيش العيش تدوره في نص اللحم مفروض تدور اللحم في نص العيش ما قلت لي حيد عمر متمدن لي المطعم بمال متمدنين ولا بمال وحدة شال فوري ولا بمال وحدة يعني مال هاي كلاس مال الناس العاديين مال الناس اللي سربجي زين لكن أكلهم لذة ما بمال باقي شوي بطع لا مالتي والدق دق عن أكل ما شاء الله هذا ما شاء الله ما شاء الله السلام عليكم وعليكم السلام very good food very good tasty tasty food ايه تيز فريش فريش عند حلال الحمد لله الحمد لله زين هذا فريش عند حلال وهذا المطبخ وين بلد مال انت بلد من يونايتد عرب اميريتس هذا التنور هذا عربي عربي اهلا وسهلا بعد ما شاء الله يلا السلام عليكم فتش بعيدة حتى مطاعم حتى مطاعم حتى تكاسي ماشي هي والله مقطعة يعني ما بمالك انك تي مرة مرتين يعني ما المرة تيربه هذا هو ترى تيبه مكبرة ترى التخاري ترى شوف مكبرة ترى على الشارع هو كان مكان مظلم ها ما شفناه هذا هو عشان رئيسي ترى لاهور بلادهم الكبرى أكل فريش رقم واحد لكن ما بمال متمدنين هب مال منو ما بمال متمدنين لا تقولوا ما قلنا لكم هي والله عقب يقولوا لي بلاك وقلت وفعلت لا ما بمال متمدنين ما سر بجي لكن أكل لذيذ أنا أقول لكم الحين ركبنا أبوي في التاكسي وشار عليه سويدان شار على إبراهيم شور شو شورك الحين؟ خلاص من يوزه شبت يوزه؟ طالع لحرمة من زهروه من وين؟ من بضلي وين ساكن؟ عنده بيت في الرحبة يا ربي ومأجره شيء في الأطراف يا الله كله مأجر يا حظك يا الله بيت حرمة مزيونة واسمها زهرو هي نعم شو قلت إبراهيم؟ ها يلا إبراهيم أنا أهم شيء عند أبو خديل هي حرمة حشيم هي ترى من اسمها زهرو اكيد حجيب كل حرمه اسمها زهره كشكل عام انا كشكل عام اتكلم زين حشيم
حرمت رايات بيت. يلا كل تكون طيبة، أنا ما أحب الملسونة، ما توالى فيها الملسونة لو ثانية واحدة خير شر. لا 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 هي مرة. إيه نعم. هاي ما تقول شيء. بس. عيمة. لا لا ما تواقع ساكتة. سويدان. ضحكت على فطوم القرعة. فطوم القرعة. فطوم القرعة. لا. كيف ما تعرف فطوم القرعة؟ وعلي والشلقة. هذا ما قبل النفط يمكن. لا لا ها كلهم ميات الشيوخ الأول. كلهم ميات الشيوخ كلهم كلهم موجودات في الحوش اللي تسوي عمرك ما تغيرها. ما شاء الله كان بعيد ما يزال عن وجهك تبغى الصدق مكان زين أكل زين وهذا لكن دون هذا شيء وايد تفتش بعمرك الفتشة كلها. ابراهيم حياس ترخم الحياسين وياك يا ابو كتنا هلك الدسم يا ابو محمد خلاص صندقنا الصبح اقاوم ما اريد انام والله يا ربي ابراهيم انت ما تعبت؟ اتعب من شو ماك منوم عيش ولحم له عيش ولحم وخبز ومشاوي وصوص وما ادري شو صوالين ما شاء الله عليك يا ابراهيم ما سمحت الا ان خرخر بسم الله حيد واعي يرمس تو عن زهره هذا حربوس يرمس عن زهره انا ما اعرف ولا اذكر ايه عنده بيت في الفلاح كم كبره يلا ها وكف عاد زين اوي خيبه ما شاء الله ابراهيم مصغرك مصغرك عداله غادي ثانك يو ثانك يو فيري ماتش ثانك يو هذا الله يحفظكم جون لويس جون لويس هذا من اوائل حفيزات المولات اللي موجود في كنتيا اكسفورد هو ويا مارك سبنسر ما شيء غير هالباجيات كلهن كيكينات طايح حظهن اتي امه لا اله الا الله في هالحفيز الاول من جميع دول مجلس التعاون ما ياخذون شناط لا يتشرون من داخل هالمحلات شو صناديق معدن شفتوا اللي يحافظون فيه هنا الوعيان من هالنمونه ويمزروا بهن ابوي قشرات وينك يا الشركه العربيه للشحن ويشحنوا بهن ابوي سامان يودونهم بلدانهم كل عائله تشحن 5 و6 صناديق يجمعون ابوي المعاشات مال المكتب الطبي وياخذوها من هالمكان وعيان ناهيك عن غراس الجام الصغار هاي اللي يجمعونهم في الغرف مال روم سيرفيس كلهم يتجمعون ويا الملاحات يطرشون يلا زين يلا سن عرفت اللي بيصور انا والله انك تحاسب عليكم السلام ورحمه زيغتوني زين انت من هالوين احنا من هالامارات ما تشرب والله والله العظيم من الامارات شنب من بيابك يا حبيبي يا ريال احنا من ابو ظبي قول والله والله العظيم والله نعم حالك والله والنعم هالريال شرفنا محمد جنين وابو راشد مرحبا ابو راشد جديد محمد بن زايد بعد ايه لا لا مسامير مش بعد ما راح نرجع على اليوم طياره يا ريال تعال على حسابنا خلي خالدي محمد 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 براي براي بصوم كبراي هديه واصله هديه واي سياره براي بدعت الله يا اهل البلاد يا ابراهيم من باكر ان شاء الله مثل الحين بطير من الطياره ويصبح علينا إن شاء الله صباح الأحد في بيوتنا إذا الله راد
يا مرحبا يا مرحبا بالكنيبات. يس اوها. اتوقع ان اللي خطف علي هذا مصبح الكنيبي. اخوك انت يا ناصر الكنيبي المزروعي اعتقد يعني. شكله ما تغير. شوفه يختلفي. عديبه من 40 سنه. هو ما اختلف سبحان الله. ان كان هو اتوقع انه هو يعني. سويدان يس. بنوديك ابوي عند راعي كريم كراميلا. زين كريم كراميلا هاللي قلت لك عنه هذا اللي لندن ما ياكل من كريم كراميلا هذا ما تتكل شيء. هذا هو كوت. شوف العالم كلها ابوي عسب الكزين. والله مليون مرحبا. اهلا وسهلا. شوف على هالحاله ما اقول لكم كل الجو كله عني. كل الجو كان ابراهيم. ابراهيم لازم ابوي تلبس قناع عسب ما حد يعرفك. المفروض ابو هل واد نروح مكان وياسين. جينا نحن روح متكاضين هذا فوق الثاني. جينا وزدنا الهرموز ملح. زدنا ثلاث انفار. نفر نفرين وانا الثالث. جرنين وداس وشهد يا حالون. وليش ما تكون انت الداس؟ كل واحد الله واحد. ترى كلهن يزر. كلهن يزر. جرنين وداس وشهد يا حالون. لو تعرف ما اسوي مداعبات. ابوي ما عرفتونا بالجماعه هالرجال. كم مره شايفينهم؟ انزين سيت منزل 30. ها ها محمد نعيم. محمد نعيم. وهذا خالد النعيمي. وهذا الرجال محمد النعيمي. وهذا ما تعرفني عد انت ارمس. انت محمد النعيمي. انزين وهذا الفنان خالد النعيمي. وانت خليفه الطنيد. انت جاي زد عنهم؟ نعم دور الدرعي. انا خالد الخالدي. انا المكان لان كريم كراميل مخلص من عندهم. كريم كراميل ما شيء. قالوا لنا الجماعه بنعزمكم على كوفي. مشكورين ابوي على الكوفي. مشكور. قام احد انت قوم يا ابوي. قم 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 سويدان. قم قم انا ابوكم. ما عليهم باس. يلا بالصحه وصحه يا رب الصحه. على بلادك وين؟ شكرا شكرا حبيبي. شكرا شكرا. وين بلادك؟ انا احمد الكعبي. والله والنعم من والله مليون والنعم. انا خالد من ابوظبي. شكرا حبيبي. هذا ابراهيم وهذا سويدان. افهم عند ابو العروس. اثنين اتم اثنين اتم بلي حريم. كل اثنين اتم دورهم حريم. احمد بن احمد محمد بن يوعان الكعبي. والنعم. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا شكرا حبيبي. شكرا. عندي هاي تونا متعشين. اي خبري شو اسمك؟ شيخه. والله والنعم شيخانه. يا ان شاء الله عليك على الله يحفظك. اي صف شيخه؟ ثالث. فنان منو؟ بابا. قرب الله تعدو بابا ما يبي حد يصونه. كنا احنا صورنا سوينا له خوش سالفه. شو رايك؟ نزله ستوري ولا لا؟ نزل ستوري ولا لا؟ اس خلاص. قولي تشيز تشيز. شو اسمك عادة؟ هند. هند هالاسم الغاوي وين جبتنا؟ ما شاء الله عليك يا هند. يلا تعال انت. انت بعد شو اسمك؟ خالد. والله تشوفه غاوي. ما شفنا حد اسمه خالد اللي يظهر فنان. بسم الله عليك الرحمن. اي صف خالدي؟ رابع. والله زين زين. الله يحفظك. تعالي هنودة عدالي. يا ربي هند هذه عقلة الأصبع. يا ربي حب صبع واحد تنشل. يا ربي ما تعفى. وهذاك ولك بلا ما يبي يصور. ما شاء الله عليهم.
الله يحفظكم. انا احب اصورك ما عرفت انت من وين. من ابو ظبي طلعوا. من ابو ظبي؟ اي نعم. والله تحرك انا من اهل السعوديه الله يسلمك. والله كلنا واحد شعب واحد. الله يبارك فيك. الله يسلمك. هالريال. عمر عمر بن جازم من ابو ظبي. والله والنعم. ما شاء الله ما شاء الله عليك. راطيسكن؟ مال الاكل. وانت؟ انا ابو كل حلاوه ماخذات؟ كل حلاوه. بيضرب كل السكري؟ ومسترخصات ما اخذت الشيء الغالي. لا لا ناخذه. اسوي سوالف وياكم. رد السلام غناكي. ان شاء الله. الله يحفظك. ما الله ما الله. سلام. مهم. جينا ابوي خلصنا شغلنا في السلفريج سولفنا ورمسنا وعينا من الله خير وصورنا ويا العرب والعرب صورت عندنا وهذا ابراهيم توفيق وهذا سويداء بن حرقوس وهذا الريال سعيد بالكور كل ابوي اشكر عليك وفرحانين شوفكم هاك اليوم وشكرا على الهديه يا الله يحفظك تسلم يا الله يبارك فيك سلم على اهلك على كل من يعز عليك ونحن ترانا باكر مسافرين ونحن معاك باكر مسافرين والله اي طياره عن الصبح لا نحن في الليل عن طياره في المساء سلم اباوت تمين از هي يجنن اور نوت يجنن يجنن دكتور سالم الدرمكي اسمعك على السناب على الواتساب من كم من سنه ضربه الله يطول عمرك والله يا دكتور يعني ما شفتك الا اليوم الله يسلمك لا انت شفتني بس ناس سنين محمد متى طعمك في حياه المرحوم الله يكرمك في ظرف في ظرف في ظرف منو يذكرك الحمد لله الله يرحم موتانا موت المسلمين اجمعين طيبه يا ابو محمد الحين والله انا فرحت بشوفك الله العالم الله يسلمك جزاك الله خير يا دكتور فارس انت اسمك؟ فارس 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 فوري والله والنعم مالك عبد الله الحمادي انت والله والنعم ابو جاسم سلموا سلموا شباب سلموا الله يحفظكم لكم في دعاه الله فارس بلا اخوي ناد مني كيف طرف كيف مستحيل الله يحفظك بعد شو اسمك؟ سليمان سليمان بلاك تقول بصوت بحس شوي يونه؟ ها؟ قول سليمان بالقوة سليمان ما شاء الله عليك يا سليمان هذا الفنان ابوك؟ ايوه الحمد لله يوم ما شابهته انت شو العرب؟ خبرنا شو شامسي؟ لا والله والنعم 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 والنعم, والنعم. الله يحفظك انا ما مسكت ثلاث ايام قلت بي اشوفك ما شاء الله بس ترى قلت له الحمد لله انك ما شابهت ابوك هاي ما شفت الكبار تروحوا والله والله الله يحفظهم الله يبارك فيهم الله يبارك فيهم الله يسلم عاد اقول حق الوليد الحمد لله انك ما شابهت ابوك ولا ما بيلقى عروس بنزوج هذا الحين هذا بندور الحرمه هذا وين اصير له حرمه ما يبي حرمه ابويا هذا سامان ديقه في القوه ولا لوقه يلا جرعت ابليس دهوش بعيده بالعكس هناك ما شاء الله حريم هن عن عشر عين من العين والنعم والنعم فيهم الساعه صراحه انا اقول لك والنعم يا حري لبسك عادي تعرفين شو في منتهى الروعه ياخذ العقل لقطت الروب اليوم ولا ما لقطت سبحان الله ما عليكم باس ان شاء الله شحوتن فيها العاف وتقطع هاي تبني يا تصورني يا ابوي يا ابوي ظهر ظهر جوتيك وظهر جوتي بنيتك يا ربي ما كبر شنطتك شنطه هاي مالت حواي مال ليلام يا ربي ما كبر شنطتها عنب وهالمثل اقول لك انت من اللي يشترن سامان ويصور لنا لا طبعا كلها شبعاني شايفات من سماك الرقعه طبعا اشكر يعني انت اللي سمعات الحوار اليوم لا اصلا من قبل هي اللي شبعان ويصور هي نعم الحمد لله يا الله يحفظك يبارك فيك سلمي على ربيعاتكم وعلى كل اللي يحبونهم ما علينا يينا طالت عماركم حق هالمكان مخصوص حق التشيز كيك ماله انا كل يوم اتخطرف عليه خرم الرساير جاي يا غير ما تشد فكرت يعني اكل فيه لاني اسير باكل مطعم ولا شياته وما بوقت اكلي فذكرت ان المكان هذا بالنعت يصيحونه التشيز كيك ماله فييت مخصوص على سبه وتذكرت ان العالم كلها تي من اخر الدنيا مخصوص على سبك عنبو العرب كلها تعنال وانا تخطره بخري مري كل يوم عنبو ولد خله تشاورت والله انا واصدقائي ابراهيم بن توفيج وسويدان بن حرقوس واقروا وقالوا نحن يا ابو محمد ما عندنا مشكله انت اللي تشوفه مناسب نحن ما عندنا مشكله توكلنا على الله ويهنا وطلبنا التشيز كيك وتو واصل يا رك الله يا ابو خليل يا رك السلامه شفت الله عليك ربيعنا شفت ابراهيم هاي حالته ها
كل ابيض ها لو شويه لو شويه ابهى عن هاللون والله يا ابوك ليسوي اليور المنكر الله يا ابوك لو الله عاطلنا شويه ملامح ليدوس المسلمين عرقابهم هم رقود هذا اللي تشوفه رب العالمين لا اله الا الله والله يا ابوك هذا يسوي اليور لو الله عاطلنا ما عطى غيره لا اله الا الله شوف الله عليك شوف شوف الزين شوف الزين شفت بال علي من يصبح لين ما ادري منو هالمتفيج اللي يكلمه لازم نحط له سكرتير حق البنت منو هالمتفيج اللي ياسر كثر عنده فاقه ويا مسويها هالكثر حبايب انا ابو شو هالحبايب انت من وين السعوديه والله والنعم ما شاء الله عليك ما شاء الله تبابي تبانة نحن نسميها تبانة هي نحن أساق هاي التبانة ما شاء الله يا غير سرير ريل سرير بيب السلطان فهمتي ريل السرير تيب الماية ريل السرير فشي جميل يعني في ما شاء الله تبارك الله يلا مرحبا أهلا أبو محمد أنت من هالوين أنا من هالبضبي أنا أبو علم حتى في البلاد كلهم هني كلهم وأنت أبوي هلا أنا من الشامخة من ياس يا من بضبي يعني بضبي هي الإمارات والله مليون مرحبا بكم هلا هلا وش كشات ولا تدرسون ولا تشتغلون لا لا نحن جايين سيارة خذوا على السيارة يتعمى بعد مبسوطين؟ اي والله الأجواء جميلة 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 صراحة بشوفتك سويت أجمل يا الله يحفظكم الله الله في عماك متحمله إن شاء الله يا الله الله يحفظكم مليون مرحبا رقم دبي حليل هم خيرها مع الشباب تدرون الحين وين وصلنا يلا 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 وصلنا يلا ابوي عند اللانزبرا يا هي علوم يتني عنه من المتابعين يقول لك الملكة ديانا يعني الله يغفر لها كل حفلات وشاي الضحى وانجليش تي انجليش بريكفاست كل اللي تسويه هنيها عندهم ولا هذاك هي جون مايكل جاكسون جون مايكل غير عن مايكل جاكسون هو نفسه جاكسون هو مايكل جاكسون اي بعد هني كلهم طرشوا الصور والله عندي الحين بحطكم اياهم هذا ها جون مايكل هي ولا هو نفسه جورج مايكل مايكل جاكسون يا طري المغني مايكل جاكسون شو هالثقافة عندكم تعبانة ما يصير زين والله فضيحة صليت عشان باخذ الثقافة يوم اللعن هاي المخدي زين أقولكم الصور هاي اللي تم حطيت لكم إياهن حد مطرش لي إياهم المتابعين جزاه الله خير غالبا أعطيك العلوم والأخبار كلها أبوي الله يرحبك على فضله مرحبا خوز عنا فل هذا تيت هي والله قال أبوي ها فندق اللي أنت فيه اللي البحر بتعشي فيه هذا أبوي تيه ديانة ويونه التيار ويونه الملوك من قبل ما اتونه انتو تقول بعدين قبل قال كان قال لي قبل يقولون انه كان مستشفى مال ميانين فو ترشر وليعاد ابراهيم شو ياك بغيت الرصيف مكسر ولا انت العينك طايرة لا والله العظيم الرصيف نسيت عاد حينه ما يبي يصور لي واحد يلا واحد اثنين ثلاثة تشيز عاده ما شيء تشيز صبر انت من وحين الله يحفظك خالد الشوسي وهذا اخي طير انزين وهذا احمد طير وهذا محمد البجير وهذا الدب اللي وياكم هذا شو جلبك توني يلا الله يحفظكم كنت ناوي امشيهم ابوي لين كرومول رود وكرومول هسبتال من عقب نايس بريدج وصلنا ابوي لين قرب الهايد باي قرب شو اسمه
لهايد بارك. لا 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 وصلنا هرز يوم قرب هرز ابوي تعايزه وقال بس لا ورانا الطريق رقال وتعب وما ادري شو ورحمته والتوفيق على هالاساس وعدينا الحين سايرين ابوي يجي للفندق ما شاء باجي كيلو اظني ان شاء الله بنوصل او كيلو ونص كيلو وين يمكن اظني لكن بخبركم برد 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 تودر عنك حينه العيوز تقول كل ابوينا حن انت اكيد الوالدة تنفي وتتحرك حين تتحرك ما في لندن تقول اولنا نحن ما شفناك في سناب الخالدي هذا ابوي شوفي ولد موجود في سناب الخالدي دليل قطعي انه موجود في لندن لا تحاتينا وعمرك وعمرك يعني الله يحافظك يبارك فيك متى ترقدون انت ابوي عقب شوي طابر زين 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 اقول لك صبر شبلك هالريال منو شرد شرد بالله عليك هذا يوسف يوسف ما بيطيرون فنشر رحلتنا نحن سبحانك يا رب يلا ابراهيم يلا ابوي يلا لقى سامعك بكره انت تشيك اوت الساعه 12 جيب شنطك عندي الحجره نحن اعطونا قشك قشك نحن اعطونا لي تشيك اوت ليل الساعه 4 زين ان شاء الله زين الله يحفظك Good night. Good night. صباح الخير. Good night يا قلبي. وين صار منك؟ غرفتي دام ندوخ فكرت غرفتي. هذا بس عليكم. يوم اللي رمسه ويانا لين من ظهرنا من باب حجرتنا لين ردينا الحين الغرفة. يلا تصبحون على خير. في احتمال ان بكره يكون يوم لا. في احتمال وارد يمكن 70% انه يكون بكره يوم لا. يلا صباحا على خير